رفقة أصدقاء دراسته أطلق سالب منذ 3 أعوام مشروعه المتمثل في مزرعة للنباتات المائية كأول مشروع للزراعة خارج التربة في البلاد، نمط زراعي جديد يمثل ثورة على منظومة قديمة تعتبر أن التربة أساس الزراعة. دونك الزراعة المائية شنو باش نعمل؟ باش ناخذ النبتة باش نحطوا الجذور نتاع النبتة هذه في محلول مغذي. دونك لهنا شنو باش نقول قايل علاش باش نحيو المشاكل اللي لها صله بالتربه، يعني اللي يقول مثلا عندي التربه نتاعي فقيره ولا ماهيش فرتيل، ما عندي فيها برشا امراض بالاستعمال المكثف نتاع المبيدات ونتاع لي زونغري شيميك تفقرت التربه. دونك هذا حل جذري. خضروات ونباتات غذائية تغمس جذورها في أنابيب مائية ويتم التحكم في نظام ريها وتغذيتها بشكل يوفر 90% من استهلاك الماء والأسمدة مقارنة بالزراعة في التربة حسب الخبراء. تستهلك أقل ماء بطبيعة خاطر أنت عندك في الزراعة المائية أول حاجة يعني الواحد يمشي زراعة مائية الاستقطاب في مياه الري، خاطر أنت لهنا عندك ستانسر كوي فرمي. دونك الماء هو بيدو محطوط في خزان نتاع ماء، فما مضخة تبخ في الماء، الماء يمشي للنبتة، النبتة تاخذ حشتها والزيد يرجع للخزان نتاع الماء. عدم استعمال المبيدات الحشرية وسيرتو المبيدات الحشائش، خاطر هي الكلتور الكل تصير معني أرسول، ما عندناش معني حشائش اللي باش تطلع وباش تضرنا. إلى جانب نظام الري الآلي تحتاج الزراعات المائية إلى محاليل غذائية تساعد على اختصار مراحل نمو النبتة وتقيها من الأمراض بشكل يجعل مردوديتها في الإنتاج تفوق بأضعاف مردودية النبات المزروع في التربة. هي بحكم اللي الزراعة المائية هي مقتصدة برشا للماء، نقولوا تمشي من 60-90% انت من نوع التكنيك نجم حتى توصل أكثر، إذا كان كمية الماء أقل أوتوماتيك مو كمية معناتها المحاليل أقل. في مواجهة ندرة المياه وتداعيات تغيرات المناخ تشجع السلطات على إطلاق مشاريع الزراعة خارج التربة، وقد أطلقت مراكز حكومية للتدريب على الزراعة الأحيومائية، ولم تتخطى إلى حد الآن مشاريع الزراعات المائية الخاصة في البلاد 10 مزارع صغرى. مشروع نموذجي للزراعة خارج التربة أو الزراعة المائية نمط يمثل ثورة في المجال الزراعي ويستجيب لتحديات عدة من بينها متغيرات المناخ وندرة المياه. توفيق عايشي الحرة من مدينة الحمامات بمحافظة نابل شرق تونس.